الرؤساء التنفيذيون في الكويت بدأوا يشعرون بالتفاؤل والثقة تجاه ما ينتظرهم في السنوات الثلاث المقبلة. فوفقا لتقرير صادر عن شركة KPMG شمل آراء 30 رئيسا تنفيذيا لكبرى الشركات في الكويت، يتوقع أن تشهد الأعمال نموا وتحولا ملحوظا في الفترة المذكورة عبر قيام الشركات بالعديد من التحالفات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ. الكويت نلاحظ أن هناك نظرة إيجابية من عدة نواحي. الناحية الأولى مثلا لو ننظر حق نتائج البنوك المحلية خلال 9 شهور نلاحظها يعني قفزة يعني وايد ممتازة، والبنوك هي تقريبا يعني مرآة الاقتصاد. النمو هذا طبعا من جانبين الاستهلاكي والكوربريت، فنلاحظ هناك نمو جدا جدا طيب، والبنوك نلاحظ من توقعاتها أن حتى ب 2022 متوقعين هناك نمو. الاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات هو توجه الرؤساء التنفيذيين في المرحلة المقبلة، فوباء كورونا أثبت أهمية تخصيص الشركات لميزانية كبيرة للاستثمار في هذا المجال، فأغلب الشركات التي لم يكن لها وجود تكنولوجي وإلكتروني أصبحت حاضرة اليوم بفضل الأزمة. بصورة عامة الجائحة بينت أهمية التكنولوجيا بالأعمال، وأن هذا القطاع يجب الاستمرار بالاستثمار فيه بدون توقف. طبعا التكنولوجي جدا مهم، ولكن هناك جانب مهم يعني لاحظنا الشركات والقطاعات المختلفة ما تغفل عنه، أن هناك في سايبر ريسك اللي هو الخطر السبراني. ولضبط التكاليف والمصروفات ستلجأ بعض الشركات وفقا للتقرير نحو تقليل مساحات مكاتبها وتطبيق المرونة في العمل ليومين أو أكثر عن بعد، فيما تتطلع بعض الشركات نحو تطبيق نظام العمل بمساحات مشتركة. بما أن الرؤساء التنفيذيين في الكويت يربطون بين التكنولوجيا ونمو أعمالهم، لذا فهم يصنفون الأمن السيبراني على أنه أبرز المخاطر التي ستقابلهم في المرحلة المقبلة. من الكويت خالد كبسكاي، نيوز عربية.